أهلا بكم. بقي لبنان تحت تأثير عطلة عيد الأضحى التي يبدو أنها قد تطول أياما وتفرض هدوءا على الملفات الداخلية ومن ضمنها الحكومة. وحده ملف المخطوفين لا يزال يطبخ على نار حامية. من بلجيكا ترك اللواء عباس إبراهيم كل الملفات التي كانت ستبحثها القمة الدولية حول الجريمة الوطنية وأقفل طائرا على جناح السرعة إلى تركيا. سوريا، تقدم النظام مستمر، وجنيف 2 مستمر، وانشقاقات المعارضة مستمرة. ومن بين حنايا تلك الملفات كان الإعلام على موعد مع ملف آخر، فريق عمل تلفزيوني مفقود في محيط حلب شمالي سوريا. إذن فريق سكاي نيوز في سوريا مفقود، ومن ضمن عداده المصور الصحفي اللبناني سمير كساب. فقدت قناة سكاي نيوز عربية الاتصال بطاقمها العامل في شمال سوريا والمكون من المراسل الصحفي إسحاق مختار والمصور الصحفي سمير كساب وسائق الطاقم أثناء تغطيتهم الميدانية للأحداث في منطقة حلب شمالي سوريا. وقد فقد الاتصال بأفراد الطاقم الثلاثة وبينهم كساب اللبناني الجنسية منذ صبيحة الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى. لحديت هلا كل المتوفر لدينا هن اللي انحكوا بالاعلام لحديت هلا، يعني من لحظه ما انطلقوا من بيتهم مطرح ما كانوا قاعدين لمركز التصوير الساعه 5، ولحديت ما انفقد فيهم الاتصال يعني من امبارح بكير الصبح. هلا بال اكثر من هيك اشي اطمن بعد ما حدا قالنا شيء يطمنا انه هني مع مين، صحتهم كيف، وين، شو بدهم، مصاري بدهم، فديه، شو الهدف من وراء العمليه الاختفاء. ما بعرف اذا خطف محدد ولا مش خطف، بس لحديت هلا لا حدا يتصل فينا كرمال يطلب فدية أو يطلب شيء مقابل، لا أكيد لا. وناشدت سكاي نيوز عربية الأطراف المعنية كافة ومنظمات العمل الإنساني التعاون لتقديم أي معلومات حول مكان وجود الزملاء، فيما تواصلت إدارة سكاي نيوز عربية مع أهل الصحفيين لإبلاغهم بآخر التطورات وأطلعتهم على الجهود والاتصالات التي تقوم بها المؤسسة لمحاولة الوصول إليهم. المنظمة الدولية للأسلحة الكيميائية تنهي تفتيش نصف المواقع الكيميائية، وقدر جميل يعلن أن 22 من تشرين الثاني والثالثة والعشرين منه هو موعد انعقاد جنيف 2. وميدانيا الجيش السوري يتجه إلى إعلان السيطرة الكاملة على ريف دمشق الجنوبي. أصبحت عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية في منتصف الطريق بعدما أعلنت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أن نصف المواقع السورية تم تفتيشها، وعلى خط تفكك قوى المعارضة بسبب التباين بشأن مؤتمر جنيف 2 أعلنت نحو 70 مجموعة معارضة تقاتل النظام السوري في جنوبي البلاد سحب اعترافها بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، واتهمت هذه المجموعات الائتلاف المعارض بأنه فاشل ومدعوم من الغرب. نعلن نحن قادة التشكيلات العسكرية والثورية في المحافظات الجنوبية ونسحب اعترافنا من أي هيئة سياسية موجودة تدعي تمثيلنا، في مقدمتها الائتلاف وقيادته التي فرطت بثوابت الوطن والثورة. كما نعمل على توحيد قوى الثورة عسكريا وسياسيا في كافة محافظات الجمهورية العربية السورية. الثالث والعشرون والرابع والعشرون من تشرين الثاني نوفمبر المقبل هو الموعد الذي ضربه نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل لانعقاد مؤتمر جنيف 2 المقبل. كلام جميل جاء خلال مؤتمر صحفي في موسكو بعد محادثات في الخارجية الروسية. في الشأن الميداني أعلن الجيش السوري السيطرة على بلدة البويضة آخر معاقل المسلحين في الريف الجنوبي لدمشق، وبذلك لم يتبقى للمعارضة سوى البريقة والحجيرة المحاصرتين من قبل الجيش، وبذلك يكون الجيش السوري قد أمن جنوبي دمشق بالكامل. وفي حلب وقعت الشبكات بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة في السفيرة جنوبي شرقي المدينة وفي محيط سجن حلب المركزي الذي حاول مسلحون تابعون للقاعدة اقتحامه، لكن تدخل الجيش السوري أعاد الهدوء الحذر إلى محيط السجن بعد تمكن حراسه من صد هجوم داعش.
وفي الشمال تتواصل المعارك بين داعش والجيش الحر عند معبر باب السلامة في أعزاز، تزامنت مع اشتباكات مماثلة بين قوات داعش ووحدات حماية الشعب الكردية في الحسكة شمالي شرقي سوريا قرب الحدود التركية. وأفادت مصادر المعارضة عن مقتل ما لا يقل عن 41 من مقاتلي داعش والأكراد في هذه المواجهات. حذر النائب عاصم قانسو من أيام سوداء مقبلة على لبنان مع فتح معركة ريف دمشق القلمون جرود عرسال في الأسبوعين المقبلين، مشددا على وجوب تأمين أرضية داخلية تجنبنا الارتدادات السلبية لهذه المعركة. وتوقع قانسو أن يشارك حزب الله في المعركة المقبلة باعتبارها معركة ضد لبنان قبل أن تكون معركة ضد النظام في سوريا، وقال: قد أشارك شخصيا فيها للدفاع عن نفسي في بعلبك، مشيرا إلى أن النظام السوري مصمم على دخول كل مناطق السلفيين والقاعدة، وألمح إلى أن المعركة قد تكون المعركة النهائية. نجحت أمريكا في اللحظة الأخيرة بتجنب الظهور بمظهر المدين المتخلف عن سداد ديونه بعد أن توصل قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى اتفاق لإنهاء أزمة مالية مزدوجة، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي الذي ستعجز بعده الحكومة عن سداد التزاماتها. وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانوناً يجيز للحكومة الأمريكية رفع سقف الدين، منهياً بذلك أزمة أوقفت عمل الدوائر الرسمية لأيام وهددت الاقتصاد العالمي وموقع الدولار. وقد دعت الحكومة الأمريكية موظفيها إلى الالتحاق بأعمالهم بعد العطلة القصرية، وجاء توقيع أوباما بعد إقرار القانون في مجلسي الشيوخ والنواب في أعقاب مفاوضات عسيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، غير أن خبراء توقعوا عودة الأزمة إلى الظهور مجدداً خلال الأشهر المقبلة باعتبار أن القانون الجديد صالح فقط حتى 7 فبراير شباط المقبل. أدعو الأطراف السياسية إلى مناقشة المشاكل العالقة قبل حلول موعد الاستحقاقات المقبلة، وأنا أستبعد إمكانية تجدد الأزمة بعد أشهر. وبموجب الاتفاق الجديد فقد تمكن الديمقراطيون من انتزاع قانون يجيز رفع سقف الدين، ما يعطي مزيدا من المرونة للبيت الأبيض، في حين نجح الجمهوريون في إدراج مادة تلزم الإدارة الأمريكية بإثبات أحقية كل شخص يحصل على دعم حكومي بموجب نظام الرعاية الصحية. أهلا بكم من جديد. رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدي ارتياحه للأجواء الإيجابية في المفاوضات الإيرانية الغربية، مؤكدا على ضرورة استخلاص الدروس مما جرى في جنيف. أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه للأجواء والمناخات الإيجابية التي بدأت ترشح عن المفاوضات بين إيران ومجموعة دول 5+1 في جنيف، وأشار في تصريح له إلى أنه بغض النظر عما سوف تفضي إليه الجولات المقبلة من المفاوضات، إلا أن ما حصل حتى الآن هو بمثابة انتصار للدبلوماسية الإيرانية في إدارة ملفاتها السيادية والاستراتيجية، وفي مقدمها حقها كأي دولة بامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وأكد بري على وجوب استخلاص الدروس والعبر مما جرى ويجري وسوف يجري في جنيف، بأن أقصر الطرق إلى مقاربة أي قضايا خلافية مهما كبر شأنها أو صغر هو طريق الحوار والدبلوماسية، وقال: فلنستحضر في الداخل مجددا هذا الدرس تكريسا لحق كل لبناني بأن يعيش في وطن مكتمل السيادة على أراضيه ومياهه وثرواته، وأن ينعم بالنعمتين المجهولتين اللتين يستسهل البعض التفريط بهما، وهما الأمن والأمان. وختم بري متمنيا ألا يفوت الأشقاء العرب والأخوة في إيران مجددا فرصة اللقاء والحوار، على قاعدة أن التفاهم والتلاقي بينهما ليس خيارا فحسب، إنما هو قدر أيضا. أوضح النائب وليد جنبلاط أن زيارته إلى العاصمة الفرنسية هي لإجراء بعض الفحوص الطبية، وأنه سافر على متن طائرة النائب نعم طعمي. وأشار جنبلاط إلى أن سبب رحلته إلى باريس هو العلاج من آلام في ظهره، وقد رافقه في جولاته على الأطباء طبيب العائلة غطاس خوري الذي أبلغه أن الرئيس سعد الحريري موجود في باريس لأسباب طبية أيضا، لافتا إلى أنه على إثر ذلك هاتف الحريري واطمأن إلى صحته. وأكد جنبلاط أن زيارته لا تشمل أي لقاءات سياسية. في المقابل كان الفنان راغب علامي المتواجد حاليا في باريس أول من زار الحريري واطمأن إلى صحته بعد العملية الجراحية التي خضع لها منذ يومين لإزالة المواد الحديدية التي كانت مزروعة في رجله. وقد نشر راغب عبر حسابه على تويتر الصور التي التقطها مع الحريري وطبيبه الخاص داخل المستشفى.
من يساعدك يوما لا يمكن أن يساعدك دوما، هذا لسان حال المصاب محمد السيد من باب التبانة. أصيب محمد السيد قبل فترة بإطلاق نار خلال مشاركته في تشييع أحد أقربائه الذي قتل في أحدى المعارك بين باب التبانة وجبل محسن. السيد سقط جريحا خلال التشييع بالقرب من ساحة التل في طرابلس، واضطر إلى بيع سيارة الأجرة التي كان يعمل عليها ليعيل 6 أولاد وزوجته. ومن وقت لهلا وأنا معوني من إجري، وأكثر شيء إجري اليمين ومن ريتي، يعني ريتي كمان لهلا بدي مستشفى وبدي علاج وما في، يعني عفوا لا شغلي ولا عملي. كنت سائق على السيارة، يعني سيارة تاكسي، بعت السيارة، النمرة كانت أجار كرمال ضمانة، استلم النمرة صاحبها وبعت سيارتي أنا. يعني لا بطلب أنا، يعني القيمين على الدولة، بطلب قائد الجيش المحترم اللي بيحب شعبه وبيحب بلده، وهو قائد جيش يعني للبنان كله. أنا ما بدي سوء لحدا ولا شيء، بس بيرضاه هو أو فخامة رئيس الجمهورية، مواطن لبناني طلع ميتهم ميت، يعني لا معه سلاح ولا أزعر ولا شيء، أنه يصير فيها اللي بيصير ولا حياة اللي من تنادي. وأكد السيد أنه مواطن لبناني وله الحق أن تساعده الدولة بالخروج من هذه الضائقة الجسدية، فهو عندما أصيب لم يكن يحمل سلاحا بل نعشا لنقله إلى مثواه الأخير. حلت بيروت في المركز 20 بين أفضل مدن العالم، متفوقة على باريس وملبورن والبندقية وبرشلونة بحسب ما كشفت مجموعة كونديناست. وبحسب المجموعة التي أجرت مسابقة على موقعها، فأن قائمة هذا العام كانت أكثر شمولا من أي وقت مضى بمشاركة 1,300,000 شخص. وحلت سان ميغيل دي أليندي المكسيكية في المركز الأول، تلتها بودابست المجرية وفلورنس الإيطالية. أهلا بكم من جديد. ويفا يكمل طريقه في اليابان ويصل إلى فوكوشيما. قالت تقارير إخبارية إن 8 أشخاص قتلوا وفقد أكثر من 30 آخرين، وألغيت مئات الرحلات الجوية، ونصح 20,000 شخص بترك منازلهم، حيث ضرب الإعصار ويفا مناطق يابانية عدة مخلفا أكواما من الحطام في جزيرة صغيرة. أما العاصمة فنجت إلى حد كبير في تدارك الأزمة، وضخ مشغلو محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة الواقعة شمالي طوكيو مياه الأمطار خارج حاويات واقية عند قاعدة فيها 1,000 خزان تحوي مياها ملوثة بالإشعاعات، واتخذوا أيضا تدابير احترازية أخرى، حيث مر الإعصار ويفا في طوكيو واتجه إلى الساحل الياباني على المحيط الهادئ. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه عثر على جثث 7 أشخاص في جزيرة إيزو أوشيما جنوبي طوكيو بعد فيضان أنهار وتعرض العديد من المنازل للدمار. وأدت الرياح والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار إلى توقف خدمات القطارات في ساعات الذروة الصباحية في العاصمة التي يقطنها 30 مليون شخص. في أخبارنا المنوعة، زواج بعد حب لأكثر من 40 عاماً وسمكة غامضة بطول 5 أمتار في كاليفورنيا. بعد مضي 40 عاماً على زواجهما المدني وإنجابهما عائلة مؤلفة من 8 أولاد، قرر الزوجان خوسيه مانويل ريالا ابن 103 أعوام وزوجته مارتينا لوبيز ابنة 99 أن يكللا مسيرتهما الزوجية بسر الزواج المقدس، وأن تبارك الكنيسة الكاثوليكية رباطهما الأبدي. فبيدين نحيلتين ومرتجفتين أمسك الزوجان الباراغويان كل منهما بيدي الآخر، وكررا أمام كاهن رعية سانتا كروز نعما أبدية، محققين بذلك أمنية أبنائهم الذين كانوا يطالبونهم بالزواج الكنسي. وفي لفتة مؤثرة عاهد العريس خوسيه عروسه مارتينا من على كرسيه المتحرك أن يظل وفيا لحبها على مدى ما تبقى له من العمر، أما الحضور فاقتصر على أفراد العائلة 50 حفيداً وعلى 35 من أبناء الأحفاد و20 من أحفاد الأحفاد. في مياه خليج تويون على جزيرة سانتا كاتالينا في كاليفورنيا كانت هذه السمكة العملاقة تعيش. فقد عثرت مدربة للعلوم البحرية قبالة الخليج المذكور على سمكة مجذاف عملاقة نافقة،
وهي مخلوق بحري لا يزال مجهولاً بالنسبة إلى العلماء والعالم الخارجي، ويبلغ طول السمكة العملاقة 5 أمتار ووزنها 181 كيلوغراماً، وقد حاولت المدربة سحبها من ذيلها لتجرها إلى الشاطئ، لكنها تفاجأت وشعرت بالخوف عندما علمت بأنها سمكة مجذاف، أي أنها تعيش في أعماق البحر في المياه المعتدلة والاستوائية، وقد تطلب سحبها من مياه الخليج 14 شخصاً. انتفاضات ما سمي الربيع العربي ستفقد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي في نهاية العام المقبل، مجموع كان كفيلا بتسديد الدين العام للدول العربية مجتمعة. تقرير رشا الكرم. بعد 3 أعوام على انتفاضة المواطن العربي للقمة عيشه ولتدهور الحالة الاقتصادية إضافة إلى توقه إلى الحرية، تظهر لغة الأرقام أن انتفاضات ما سمي بالربيع العربي ستفقد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي بنهاية العام المقبل، إذ تواجه تلك الدول صعوبة في استعادة الاستقرار. وأظهرت دراسة أجراها بنك الـ HSBC البريطاني أنه في نهاية عام 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول 7 الأكثر تأثراً، وهي مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين، أقل بنسبة 35% مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الانتفاضات في عام 2011. وأتى في هذه الدراسة أن الأسباب تعود إلى التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فعالية الحكومة والأمن وسيادة القانون، فهذان العاملان سيضغطان بشدة على جهود صانعي السياسات حتى فيما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الانتفاضات العربية. وتنطوي هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التي ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمالي أفريقيا. فازدهار دول الخليج يعود جزئياً إلى أن الربيع العربي رفع أسعار النفط وشجع تلك الحكومات على تعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية لإخماد التوترات المحتملة في بلدانهم. غير أن الدراسة ذكرت أن الربيع العربي ألحق من جهة أخرى ضرراً باقتصادات الخليج أيضاً، لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومي الذي تموله إيرادات النفط، وأثناها عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تثير توترات، مع العلم أن هذا الأسلوب لا يمكن أن تتحمله إلا الاقتصادات الأكثر ثراء في الخليج، وهي قطر وأبوظبي والكويت. وفي عملية حسابية بسيطة يتبين أن نصف هذه المليارات 800 ألف، أي 400 ألف مليار، كانت لتسدد كل الدين العام لعشر دول عربية من أصل 22، وهي لبنان، مصر، موريتانيا، الأردن، المغرب، اليمن، تونس، البحرين، جيبوتي والسودان. أما 400 ألف مليار دولار الأخرى فلا تسد ديون البلدان العربية الأخرى وحسب، بل تغرقها بالأموال وحبة مسك. بالعودة إلى أخبارنا المحلية، ينفذ الجيش اللبناني في هذه الأثناء مداهمات في منطقة الطريق الجديدة، ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ننتقل مباشرة إلى الزميل رامز القاضي. رامز، أهلا بك، ما هو الجديد حول هذه المداهمات وهل هي مرتبطة بالأحداث التي شهدتها منطقة الطريق الجديدة منذ يومين؟ صحيح كريستين، هذا ما كنت أود أن أشير إليه، لأن هذه المداهمات هي مرتبطة بمسألة أو الإشكال الذي حصل صبيحة عيد الأضحى منذ يومين، إذ اليوم أقدم يعني عدد من المجهولين على إحراق فان وهو ليعود لسعيد شملي الذي أوقفته يعني مخابرات الجيش قبل يومين. هذا الفان هو مخصص لبيع القهوة إكسبرس ويعود لسعيد شملي، ما أدى إلى توتر الأجواء في منطقة الطريق الجديد في بيروت. وعلى الفور حضرت دورية من الجيش اللبناني، دورية مؤللة ويعني مؤلفة من عدد من العربات، سيرت دوريات داخل طريق الجديد وعملت على إعادة الهدوء إلى المنطقة. سمع بعض الإطلاع، يعني سمعت بعض الأعيرة النارية في المنطقة، ولكن الجيش سرعان ما أعاد فرض الأمن في هذه المنطقة. أيضا كان الجيش قد نفذ عدد من المداهمات، وهو
يعني بحثا عن أحد المطلوبين وهو من آل سولاق. بعد تصدير استنابة قضائية بحقه يبحث الجيش عن شخص من آل سولاق، وهو مرتبط أيضا بمسألة الإشكال الذي حصل مع أبو علي شملي، أحد الذي تقول يعني أهالي الطريق الجديد أنه منتمي إلى سرايا المقاومة. أيضا على خط هذه المسألة كريستين، اليوم زارت عائلة أبو علي شملي دار الإفتاء والتقت المفتي قباني وطلبته بإطلاق سراح ابنها علي شملي. الآن يمكن وصف الأوضاع بالطريق الجديد أنها عادت جزئيا، يعني عادت جزئيا الحياة إلى طبيعتها، وإن مع بعض التوتر الذي يسود المنطقة على خلفية هذا الإشكال. شكرا رامز لهذه الرسالة الشاملة، ونعود الآن لمتابعة نشرة الأخبار. نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تتفقد بلدة كفر شوبة في منطقة العرقوب. لمناسبة عيد الأضحى المبارك، لبت الوزيرة السابقة ليلى صلح حميدة دعوة رئيس بلدية كفر شوبة الدكتور قاسم القادري لزيارة البلدة في منطقة العرقوب. الوزيرة الصلح توجهت مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي والهيئة الاختيارية وفعاليات وأهالي المنطقة لمعاينة الملعب الرياضي الذي يتم تشييده عند مدخل البلدة، واستقبلت هناك من قبل النادي الرياضي والفرق الكشفية. كفر شوبة اليوم مشرقة بأنواركم، سعيدة بحضوركم. كفر شوبة تتذكر الشهيد والدكم رياض الصلح الذي كان في قلوب آبائنا وأجدادنا، كان الأمل بالنسبة لهم أمل في وحدتهم. ترحب بك يا ست ليلى يا معالي الوزيرة، وأنتم على نهج والدكم على العهد باقون، توحدون بين اللبنانيين، لا تدخلون في زواريب الانقسامات الصغيرة، وتعتبرون وحدة الوطن هي الشيء المقدس بالنسبة لكم. هذا النهج الفتنوي المدمر أنتم تشكلون نقيضه وتشكلون البديل له. أجي جدد التواصل وقلكم مثل ما قال الرئيس ومعه حق، أهم شيء أنه الواحد ما ينجر على الفتنة، وخاصة وقت بيكون أقليات ببحر أكثريات والعكس الصحيح كمان. وبقائكم بكفر شوبة هو أكبر ضمانة للعيش المشترك اللي نادى فيه رياض الصلح واستشهد من أجله. شكرا للجميع وشكرا لكم. بعد ذلك انتقلت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى صلح حميدة إلى منطقة المجيدية الواقعة على الحدود، يرافقها رئيس بلدية شبعة محمد صعب ورئيس بلدية الميري يوسف فياض ورئيس بلدية كفر شوبة قاسم القادري، حيث مزرعة المير مجيد إرسلان، وعاينت ما تبقى من هذه المزرعة التي دمرها العدو الإسرائيلي. وقبل الختام تذكير بعناوين النشرة. دفعة صغيرة بتحقق الكتير. القرض الشخصي من بنك بيبلوس. جنيف 2 في 23 والرابع 24 من تشرين الثاني. فريق عمل سكاي نيوز عربية مفقود في سوريا، ومن ضمنه اللبناني سمير كساب. أمريكا تتغلب على أزمتها مؤقتاً. رغم كل الصعاب بيروت بين أفضل 20 مدينة في العالم. وكان في النشرة بعد المئة طعم جديد. ختام النشرة، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.